السابق القديم الذي سجلت به على هذا الموقع أو ذاك؟ هل تتذكر كم مرة قمت بتسجيل كلمات مرور وكلمات استخدام؟ ثم بعد مرور السنوات لم تعد تتذكرها ولم تكترث بها منذ ذلك الوقت؟ حسناً، عليك الحذر، لأن ماضيك الإلكتروني قد يشكل تهديداً خطيراً على أمن بياناتك ومعلوماتك الرقمية. فقد حذر خبراء مختصون في التكنولوجيا من أن تعدد حسابات الفرد على الإنترنت وعدم استخدامها لفترات طويلة يجعل المستخدمين معرضين لهجمات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف الحصول على معلوماتهم الشخصية، وهو ما دفع الخبراء للتجديد على أن الحسابات غير النشطة تشكل خطراً كبيراً قد لا يدركه البعض، فهي تسهل وصول القراصنة للبيانات الشخصية مثل كلمات المرور ومعلومات الاتصال وغيرها. وأيضاً يمكنهم من خلال تلك الحسابات المهجورة الحصول على أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بأصحابها، ولعل الخطر الأكبر يقع على هؤلاء الذين يستخدمون كلمات مرور متشابهة في كل مرة يقومون بالتسجيل على موقع مختلف، وهو الأمر الذي يترك البيانات فريسة سهلة لمن ينتظرها نظراً لإمكانية استخدام تلك الكلمات السهلة في المواقع التي تبدو وأنها أكثر حماية. ومن ضمن تلك المواقع التي يمكن أن تعود بعد سنوات لإلغاء تسجيلك بها هي تطبيقات الترفيه وتطبيقات الصور ومواقع التواصل الاجتماعي القديمة، وأيضاً البريد الإلكتروني الذي قمت بإنشائه في أيام المراهقة ولم تعد تستخدمه الآن. وكشفت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2021 عن مخبأ لبيانات مسروقة معروضة للبيع على مواقع إلكترونية تابعة للقراصنة تدمرت أكثر من 3 مليارات اسم مستخدم، العديد منها مقروناً بكلمات مرور. ويشير المختصون إلى أنه كلما زاد عدد حساباتك على الإنترنت كلما كنت أكثر عرضة لهجمات القراصنة، لذلك عليك الحرص من تدوين كل المواقع التي تقوم فيها بالتسجيل بحساب جديد.